البراء بن مالك، وهو أخو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، رباه النبي صلى الله عليه وسلم على حب الشهادة في سبيل الله وعلى اليقين بنصر الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة. وصحب البراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد التي بعد بدر كلها، كما شهد بيعة الشجرة. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. وبعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شارك البراء بن مالك في حروب الردة، وكان أحد مفاتيح نصر المسلمين يوم اليمامة، حينما رأى تأزم المعركة بعد أن تحصن مسيلمة الكذاب ومن معه في الحديقة، فأمر أصحابه أن يحملوه على ترس على أسنة الرماح ويلقوه في الحديقة، فاقتحمها وشد على المدافعين عن الحديقة حتى تمكن من فتح باب الحديقة، فدخلها المسلمون وانتصروا في المعركة. وجرح البراء يومئذ 84 جرحا، أقام خالد بن الوليد عليه شهرا يداوي جراحه. ثم شارك البراء بعد إذ في فتوح العراق وفارس، وأظهر فيها الكثير من مواقف الشجاعة والإقدام، وقد خشي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين الهلكة إن أمروه عليهم، فكتب إلى أمراء الجيش: لا تستعملوا البراء على جيش، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. وقد اشتهر عن البراء أنه قتل في معاركها 100 رجل من الشجعان مبارزة، وفي إحدى معارك تلك الفتوح كان هو وأخوه أنس بن مالك عند حصن من حصون الفرس يحاصرونها، وكان الفرس يلقون كلاليب في سلاسين محماة فتخترق جسد الرجل فيرفعونه إليهم، فأصابوا أنس، فأسرع البراء وقبض بيده على السلسلة ويخلص أخاه أنس منها حتى تمكن من ذلك، ثم نظر إلى يده فإذا لحمها سقط وبقيت على العظم. ومن أعظم المعارك التي شارك بها البراء بن مالك معركة اليمامة ومعركة تستر. وفي حصار تستر في السنة 20 للهجرة، استدل المسلمون بعد أن طال الحصار على سرب يصل إلى وسط المدينة، فدعا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمير الجيش البراء بن مالك ليجمع جماعة يدخلون معه السرب لفتح الحصن من الداخل، فاستعان البراء بمجزأة بن ثور وعدد من الرجال، فاستطاعوا الخلوص إلى جوف المدينة وفتح باب الحصن، إلا أن البراء ومجزأة قتلا يومها، قتله يومها الهرمزان قائد الفرس.